موقع أنا السلفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الصحيح المسند المختصر من السنن يرويه العدل عن العد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور باسم صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب الطهارة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. قال بالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: وعمر الناقد قال: محمد بن عبد الله بن نمير قال: كلهم جميعا عن ابن عيينة قال: قال قتيبة قال: حدثنا سفيان قال: عن أبي الزناد قال: عن الأعرج قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الماتع البحر المحيط الدجاج شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج، قال: رجال هذا الإسناد قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة تكتم من العاشرة، عمرو الناقد هو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ من العاشرة، محمد ابن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ فاضل من العاشرة، سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة بالرؤوس الثامنة، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني ثقة فقيه من الخامسة، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مولى ربيعة بن الحارث أبو داود المدني ثقة تكتم فقيه من الثالثة، وأبو هريرة صحابي مشهور رضي الله عنه. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: لطائف هذا الإسناد منها أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، كذلك منها أن رجاله رجال جماعة سوى شيخه عمرو الناقد فما أخرج له الترمذي وابن ماجه، منها كذلك أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد، كذلك منها أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه وهو مروي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كذلك منها أن فيه رواية تابعي عن تابعي أبي الزناد عن الأعرج، ومنها كذلك أن فيه رواية جميعا عن ابن عيينة، فجميعا منصوب على الحال أي حال كون الشيوخ الثلاثة مجتمعين في أخذهم عن ابن عيينة، منها كذلك في قوله قال قتيبة حدثنا سفيان قال: قد تقدم أن هذا من احتياط الإمام مسلم رحمه الله تعالى وشدة عنايته بالتمييز بين ألفاظ الشيوخ المختلفة، وإن كان اختلافها لا يضر، ذلك أن شيوخه الثلاثة مختلفون في كيفية الأداء، فعمر الناقد وابن نمير قال عن ابن عيينة، وأما قتيبة فصرح بالتحديث وذكر شيخه باسمه فقال حدثنا سفيان، وهذا الصنيع هو الذي امتاز به المصنف حتى على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كذلك من لطائف الإسناد أن فيه قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذه الصيغة من جملة صيغ الأداء التي يستعملها المحدثون، ومعنى يبلغ به أي يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك يرفعه ينميه ورواية ويرويه وأمثال ذلك، وهو في حكم المرفوع بلا خلاف بين أهل العلم كما صرح به النووي واقتضاه كلام ابن الصلاح. قال السخاوي رحمه الله تعالى: ويدل لذلك مجيء بعض المكنى به بالتصريح، ففي بعض الروايات الحديث الفطرة خمس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسبب الحامل على عدول التابعي عن قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى يبلغ به أو يرفعه أو رواية ونحوها، مع تحققه بأن الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يشك في صيغة الرفع بعينها، هل هي سمعته أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله أو نحوها،
وهو ممن لا يرى الإبدال أو طلبا للتخفيف أو شكه في ثبوته أو ورعه، حيث علم أن المروي بالمعنى. كذلك من لطائف الإسناد أن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في ظهره رحمه الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تعرض شيخنا رحمه الله تعالى لشرح الحديث فبتصرف يسير، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم، أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغيرة في الاستنجاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء كلها لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار، فيكونان بالماء الاستنجاء ويكونان بالأحجار. قال: وهذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء. قال العيني رحمه الله تعالى في شرحه بعدما أدى ذكره ما تقدم: إنما سمي به التمسح بالجمار التي هي الأحجار الصغار، لأنه يطيب المحل كما يطيبه الاستجمار بالبخور، ومنه سمي جمار الحج وهي الحصيات التي يرمى بها. قوله: فليستجمر وترا، أي ليجعل الأحجار التي يستنجي بها وترا ثلاثا لا أقل، لما أخرجه المصنف من حديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. قال: وقال النووي رحمه الله تعالى: المراد بالإيطار أن يكون عدد المساحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار. ومذهب الشافعية أن الإيطار فيما زاد على الثلاث مستحب. أحصل مذهبي أن الإنقاء واجب واستيفاء ثلاث مسحات واجب، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب بالإيطار. وذلك الحديث: من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد. قوله: إذا توضأ أحدكم أي شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي نسخة فلينثر أي ليخرج الماء الذي استنشقه، وذلك يكون بريح الأنف بإعانة يده أو بغيرها مع إخراج الأذى، لما يأتي من قوله: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، ولما فيه من المعونة على القراءة، لأن تنقية مجرى النفس تصحح مخارج الحروف، والاستنثار استفعال من النثر، وطرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح الأنف لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح الأنف، سواء كان بإعانة يده أم لا. وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، جاوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الجامع شيخنا الشيخ محمد الأدم رحمه الله تعالى: الراجح وجوب الاستنشاق والانتثار لظاهر الأمر، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه تركهما، وقد سبق أن الحق أن آية الوضوء مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخنا الشيخ محمد الأدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة مسائل تتعلق بهذا الحديث. قال: في المسألة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه، وفي المسألة الثانية ذكر تخريجه، وفي المسألة الثانية ذكر فوائده، فقال: منها بيان الأمر بالاستنثار في الوضوء، والحق أنه واجب كالمضمضة والاستنشاق. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: في هذا الحديث الأمر بالاستنثار بالماء عند الوضوء، وذلك دفع الماء بريح الأنف بعد الاستنشاق، والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف من الكف، والاستنثار دفعه، ومحال أن يدفعه من لم يأخذه، ففي الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق، فافهم وعلى ما وصفت لك في الاستنشاق والاستنثار جمهور العلماء. وأصل هذه اللفظة في اللغة القذف، يقال نثر واستنثر بمعنى واحد، وذلك إذا قذف من أنفه ما استنشق. كذلك من الفوائد بيان الأمر بالاستجمار وترا، وهو أيضا للوجوب كما ذكر. ثم ذكر شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مسائل المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنثار. يقول شيخنا الشيخ محمد الأدم رحمه الله تعالى ذكر ابن عبد البر الإجماع
على وجوب الاستنساخ. قال: واستدل الجمهور على الامر فيه بالند بما احسنه الترمذي وصح الحاكم من قول العربي توضأ كما امرك الله. واجيب بانه يحتمل ان يرد الامر ما هو اعم من ايه الوضوء، قد امر الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والمبين عن الله امره، ولم يحكي احد ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء انه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضه، وهو يرد على من لم يوجب المضمضه ايضا. وقد ثبت الامر بها ايضا في سنن ابي داود باسناد صحيح، ذكر ابن وذكر ابن المنذر ان الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق ما صحة الامر به الا لكونه لا يعلم خلافا في ان تاريخه لا يعيد، وهذا دليل قوي. قال شيخنا الشيخ محمد ال ادم رحمه الله تعالى رحمه واسعه: القول بوجوب الاستنثار هو الحق، وكذا المضمضه والاستنشاق. واما دعوى الاجماع على عدم وجوبها كما سبق انفا عن ابن المنذر انه لا يحفظ ذلك عن احد من الصحابه والتابعين انه غير هذا غير صحيح، فقد ذكر ابن المنذر نفسه ذلك عن عطاء محمد بن ابي سليمان وابن ابي ليلى والزهري واسحاق بن راهويه. وذكر ابن حزم انه نقل عن مجاهد انه قال: الاستنشاق شطر الوضوء، فاين الاجماع المزعوم؟ ثم ذكر شيخنا الشيخ محمد الادم رحمه الله تعالى في المساله الخامسه في اختلاف اهل العلم في حكم الاستجمار وترا. قال: فيه مذاهب اختلف في اشتراط الثلاث في الاستنجاء بالاحجار على مذاهب. الأول مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الحديث فإنهم اشترطوا ألا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي، ومستحب ويستحب حينئذ الإيتار لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، وليس بواجب لما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن، فزاد من لا فلا حرج بهذا، يحصل الجمع بين الروايات. والمذهب الثاني مذهب مالك وداود، قال: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر واحد أجزأ. وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب وبه قال أبو حنيفة عن أوجب الاستنجاء. قال شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحق أن هو ما ذهب إليه المشترطون للثلاث في الاستجمار بالأحجار لقوة دليله. الحق هو ما ذهب إليه المشترطون للثلاث في الاستجمار بالأحجار لقوة دليله. ثم كعادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر الشواهد والمتابعات، قال بسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثني محمد ابن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال أخبرنا معمر، قال عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخرته من الماء ثم لينتثر. قال بسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، قال عن ابن شهاب، قال عن أبي إدريس القولاني، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال بسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا حسان بن إبراهيم، قال حدثنا يونس بن يزيد وحول الإسناد، قال حدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يونس، قال عن ابن شهاب، قال أخبرني ابن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو سند المتصل من مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثني بشر بن الحكم العبدري أو العبدي، قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوردي، قال عن ابن الهاد، قال عن محمد بن إبراهيم، قال عن عيسى بن طلحة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قوله: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال العلماء رحمه الله تعالى: الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. قال: هو اختلاف متقارب المعنى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون قوله فإن الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذني. وفي الحديث: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، رواه مسلم. وجاء في التثاؤب الأمر بقضمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. وقال في الفتح: ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم، واحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، كانت له حرزا من الشيطان
يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. قال: وكذلك من قرأ آية الكرسي. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان في الحديث قال: فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب، فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ، فمن استنثر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة حينئذ في الحديث متناول لكل مستيقظ. قال القرطبي: واحتمل البقاء على ظاهره، كما جاء أن الشيطان يدخل إذا لم يقض من المتثائب فاه، ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عما ينعقد من رطوبة الأنف وقدره الموافقة للشيطان، وهذا على عادة العرب في نسبتهم المستخبث والمستشنع إلى الشيطان، كما قال الله تعالى: كأنه رؤوس الشياطين. قال: ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيره عن القيام إلى الصلاة، كما في حديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. الحديث متفق عليه. ويكون أمره بالاستنثار أمرا بالوضوء، كما قد جاء مفسرا في غير كتاب مسلم: فليتوضأ وليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيم. قال شيخنا الشيخ محمد آدم رحمه الله تعالى: عندي أن حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقربك شيطان على القرب من محل الوسوسة وهو القلب أولى، فلا ينافي مبيته في الخيشوم، فينبغي له أن يستنثر حتى لا يتوصل إلى القلب بعد الاستيقاظ. وبهذا يجمع بين الأحاديث: فلا ينافي مبيته في الخيشوم، فينبغي له أن يستنثر حتى لا يتوصل إلى القلب بعد الاستيقاظ. قال وختم الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الرواية، قال وبسند المتصل إليه رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، قال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. أما باب وجوب غسل الرجلين بكمالها إذا لم يلبس الخفين، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى ما سيكون عليه الكلام في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، اللهم اختم لنا بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.